لهذا الظرف العصيب اللي تمر فيه عائلتنا، وبصفتي عميد هذه العائلة، عائلة الأمراض والأوبئة، العائلة العريقة الممتدة في التاريخ، قررت أني أرسل واحد من عيالي ينفذ عملية في العمق البشري ضد هذا المجرم، واللي بينفذ العملية سيصبح بطل وطني، وسيطلق عليه لقب طاعون العصر الحديث. من منكم لهذه المهمة؟ أنا. لا 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 لا، الله أكبر. شوفوا هالأم العظيمة هذه، هذه قدوة، ماما ملاريا قدوة، هكذا نحن العائلة. إذا هبت هبوب الشمالي بردها شيني. من منكم لهذه المهمة؟ أنا لها يا يبا. كفو يا الجدري. بس تخبر عقب ما نهد حيلي ما من شد الفر والكر. بس اسمع، لو تخليني حول البيت وأحرسكم وأحرس حدود البيت وأعلمك وش اللي فيه وش اللي ما فيه. كفيت ووفيت يا جدري. العملية هذه اللي بنفذها واحد وبس، سفير إبليس، الراعي الرسمي للخميس الونيس والسهرات الحمراء. مرة شكرا دادي، انت تعرف اني عمري ما رفضت لك طلب، وعصاك اللي مات عصاك، بس المهمة هذه من الصعب اني اقوم فيها. السهرات الحمراء والفلة والخميس الونيس صارت برايفت، وقفوها، فلهذا اعتقد ان اللي يقدر يقوم بهالعملية هو اختي كوليرا. انت كل شيء عندك كوليرا، كل شيء عندك كوليرا. اول شيء انا مبتعثة، ثاني شيء انا لعبة المستنقعات، اذا في مستنقع اروح، ما في مستنقع انا ماني رايحة، فهمت ولا لا؟ هو اذا هزلت اذا هي وهاي هو ما راحوا، انا شو اقول؟ خلاص انا لها يا طاعون، وانا موافقه. اقعدي. اللي بي يروح لهذه المهمة هو انفلوانزو. مين؟ نعم، انت الوحيد يا انفلوانزو اللي على تواصل مع البشر، وانت الوحيد بين عيالي اللي ما عندك انجاز. انت 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 خيخة، انت ما سويت شيء، انت ما سويت شيء ابدا. شوف اخوانك، تعلم من اخوانك، شوف الجدري، شوف اخوك ايدز، شوف اختك كوليرا. تاريخ طويل، كل واحد عنده سي في طول بعرض، وانت الخيبة، هذا دلالنا لك، دلالنا هو اللي ضيعك. يجي قطعة ليمونة وفيتامين سي يقضون عليك.